في فيديو اليوم سنلقي نظرة على 5 أسلحة مخفية مدهشة بشكل سري أكثر مما تعتقد. بعضها يوفر وظائف فريدة لا يمكنك الحصول عليها ببساطة، وبعضها يمكن الحصول عليها في وقت مبكر من اللعبة وسيغير تصميمك قليلا أو البيلد، والباقي بسيط وفريد من نوعه وممتع للعب. تقدر تشفط دم الأعداء في بوم بسهولة. خلونا نبدأ برقم 1. ما نتكلم عن أفضل سلاح تعويذة مبكر في اللعبة، يعني تقدر تحصل عليه بدري، وشكله ما يشبه السبير بس شوية فيه يعني قريب منه. تحصل عليه من خلال قتل الأعداء أسفل النهر مباشرة. كمان بتحصل مجموعة كبيرة منهم تقدر تذبحهم كلهم مرة واحدة إذا عندك سلاح كويس. بتحصل هذا الأسلاح، وهذا أحد الأسلحة في اللعبة التي تقدر إنك تغير الأش أوف وور تبعه وتحط عليه سحر ثاني ويكون سلاح فريد. السلاح يجي مع 150 ضرر سحري عند التقليل كاملة، يعني أنت تقريبا مضبط لأنه تقدر تحصل السلاح هذا في بداية اللعبة وبسهولة. وكمان في طريقتين للعب بهذا السلاح، إذا حطيت أش أوف وور سحري، وكمان الثاني اللي هو مهارة جديدة في هذا السلاح اللي اسمها الجلين بلاد فانكس. جلين بلاد فانكس يعني، وكمان مع تقدمك أكثر في اللعبة واستثمار المزيد من النقاط في الانتليجنس، هذا يعني انه يمكن بسهولة وقز الأعداء من بعيد وإبعادهم عنك. هناك أيضا قفزة ثقيلة يمكن أن تلحق ضررا كبيرا، بس الجانب السلبي الرئيسي لهذا السلاح انه يجي فقط مع دي أو بي في الانتليجنس، مما يعني ايش؟ معناته انك بتواجه صعوبة في مواكبة بعض الأسلحة الأخرى الأكثر قوة التي قد تجدها في اللعبة، لكن يعتبر خيار رائع في وقت مبكر ووسط اللعبة، وهذا اللي بيخلينا نتكلم عن السلاح الثاني. هو سيف اسمه أنسبر، تقدر تحصل عليه من انفيدر، تجده في الحقول الواقعة غرب القلعة في وسط مجموعة من التماثيل المكسورة. هي تعتبر من أحد الأسلحة القليلة في اللعبة التي يمكن أن يكون لها باسيف إفكت متعدد عليها في نفس الوقت. بشكل افتراضي يأتي هذا السلاح افتراضيا مع السكارلت روت بيلد أب اللي يبلغ 55، وهو في حد ذاته مدهش بالفعل. يمكنك بالفعل إضافة باسيف إفكت آخر ويتراكم معه، ويشغل السلاح مع وجود 2 باسيف إفكتس في نفس الوقت. على سبيل المثال لما تحط باسيف إفكت ثاني اللي اسمه بلود بيلد أب اللي هو 114 نقطة، بينما لا يزال لديك حوالي 50 نقطة في الروت على نفس السلاح. لذا فإن أفضل شيء بيشتغل مع هذا النوع من البناء هو استخدام سبير ثاني، أو تحصل على نفس السلاح مرة ثانية من خلال الأونلاين أو الجيم بلس وتفرم مرة ثانية. إذا دبلت السلاح بيكون عندك النزيف أو البليد على مستوى جديد. أثناء القفز سوي L1 وخلي شخصيتك تقوم بأربع هجمات سريعة بسرعة كبيرة تسبب في تراكم الدم على أي عدو، ولهذا السبب أحب امتلاك السيفين مع بعض. حرفيا مع الهجمات الأربعة السريعة كمان القفزات L1 تقدر تجعل معظم الأعداء يتفجروا مع تراكم الكثير من النزيف. بشكل عام أعتقد هذا أفضل بكثير من معظم الكتانات الموجودة في اللعبة، وتقدر تجربها تشوف. رقم 3 خلوني أتكلم عليه اللي هو اسمه رمح الشجرة أو التري سبير، الذي يعد سلاحا فريدا آخر، بمعنى أنه من المحتمل أن يكون هذا هو السلاح الوحيد في اللعبة الذي يحتوي على أش أوف وور، ويمكن أيضا تحسينه باستخدام سحر آخر. يمكنك الحصول على هذا السلاح من صندوق القافلة في وقت مبكر نسبيا من اللعبة في شواطئ الأريا. ما عليك سوى التوجه شرق نقطة الريسبون واستخدام الريح للوصول إلى الطريق الجنوبي الشرقي، بعد امشي جنوبا حتى تصل إلى القافلة التي تحمل السلاح. محالات الأسلحة التي تحتوي على أش أوف وور التي تزيد الضرر، ما تقدر عادة استخدام أي سحر أو سلاح إضافي معاه مثل شفرة الطلب أو الأوردر بليد أو الأسلحة المكهربة. في هذه الحالة هذا ممكن تماما مع هذا السلاح. تقدر أولا البدء في زيادة ضررك بضرر سلاحك بمقدار 10 باستخدام الويبن سبيشل، ثم بالأوردر بليد لزيادة الضرر المقدس الهولي. في النهاية تقدر تستعمل الجولدن فاول الذي يوفر زيادة القوة الهجومية والدفاعات.
الشيء الوحيد الذي يجب أن تضعه في اعتبارك هو أنك تحتاج تبدأ بالسبيشال ويبن أولا بحيث يكون هذا هو الأش أوف وور تبعك. تقدر تدمجه مع درع على سبيل المثال الاختباء خلف أي درع عندك، تدمج الأعداء أثناء حمل الدرع. في هذه الحالة بتسوي لك الدرع بيسوي لك كيري على كيفك. وقال للمركز الرابع، خلونا نتكلم عن سيف الماجما. أكثر الناس تسحب على السلاح هذا وهو في الواقع قوي للغاية، تحصل عليه من رئيس الصهارة في هضبة الروين ستون داخل هذا الكهف الكبير. لازم عليك أو لازم تحارب هذا العدو، تمام. وهذا السلاح ثقيل ولكنه يأتي بقدرة فريدة، وهي أن الصهارة أو النار التي تلحق الكثير من الضرر وأيضا تترك أثر من الصهارة على الأرض. حق التحجيم بي للسترينث والفيت، ولكن سيكون مصدر ضرر رئيسي هو تلك المهارة الفريدة التي هي الماجما ليتين، تقريبا نسمع كذا بتشبه للطريقة التي يستخدمها الرئيس ضدك، ولكن تقدر في الواقع تحسن الضرر الناتج عن الحريق اللي بتخليك تسوي آلاف من الضرر. في هذه الحالة الفليم جراني والجولدن فاول تزيد 40 ضرر وتعزيز هائل لمهاراتك في إطلاق النار. في هذه الحالة ومع هذه الإعدادات تقدر تقاتل الوحش عن طريق تضغط الـ L2 أو ما يعادله على الكيبورد أو الماوس وسوي القفزة، وبتلحق ضرر كبير بأي عدو. ما يهم إذا كان العدو كبير أو صغير، السلاح دائما بيدمج ما دام إنك مش بعيد مرة. كمان في ضرر إضافي اللي هي الصهارة الموضوع على الأرض. هو سلاح مميز عندي، بس في سلاح أفضل اللي هو السلاح الخامس، هو الفك الوحشي للفولينج ستار في الفوهة الكبيرة. وانت شق طريقك الى قصر البركان لازم تطلع فوق الفوهة او البناية بعدين تقاتله، وبيعطيك سلاح مخصص للي يركزوا على السترينج وشوية من الانتليجنس. حوالي 34 نقطة راح تكون في السترينج و12 في الدكس و20 في الانتليجنس، ولكن حتى مجرد تلبية الحد الأدنى من المتطلبات يكفي للاستفادة الكاملة من هذا السلاح والضرر المذهل. وتعدد الاستخدامات التي يتمتع به هذا السلاح، يمكنك الوصول إلى مهارة خاصة تسمى الجاذبية. في هذه الحالة أنت تستدعي بشكل أساسي نوعا ما من الصخور أو تحت العدو ويلحق ضرر كبير جدا، وما يتطلب منك إلا بضع ضربات وتطيح العدو. فلديه تتبع مذهل، لا يستطيع معظم الأعداء مراوغته في الوقت المناسب لأنه شبه فوري. ما تستعمل مانا كتير أو الاف بي، وتقدر تستعملها من بعيد، وإذا اقترب العدو منك تابع بقفزة ثقيلة وتسبب الضرر بسهولة. وبشكل عام أعتقد أن هذا السلاح سحبوا عليه كثير وهو مرة أسطوري، وربما أو شيء اللي أو للناس اللي تركز على strength راح ينفعهم هذا السلاح بشكل كبير. وهذه كانت عبارة عن أسلحة، خمسة الأسلحة اللي كانت مخفية ولازم تجربوه. إذا جربتوه وحبيتوه يعني الفيديو نفعكم، ويب بس سلام.